أنا لما كنت بأولى متوسط وأدرس بربعية وأروح وأجي ويعني فكنت قريب جدتي قريب منها جدا 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 يعني بالحين أنا معها أقوم معها تود يعني أخدمها كل ما تطلبه يعني مع أن عندها ابنائها عندها ولدها خالد وكان عبد العزيز ربما كان مشى ذاك الحين طلع يعني كبير شوي بس خالد لكن أنا ولدها ما في كلام وتحبن حب عجيب يتحب الناس كلهم لكن أنا غير فتصفط لي بعض الحاجات احنا نقول تصفط يعني تحط لي شيء خاص يعني يجينا خلي نقول يجي تفاح الهدايا يعني أول صوغة تفاح برتقال كانت ذيك الأيام ترى تعتبر صوغة موز يجي شيء يعني فهي وش تسوي الله يرحمها تأخذ تفاحة وتلفها وتحطها تحت مخدتي لما أجي أنام يعني عودتني كذا لازم أحط إيش ألمس هالمخدة وش تحت يا تفاح يا برتقالة بينما وليش إحنا خمسة ننام بالغرفة طيب هذولك ما تحتهم شيء أنا أعرف هذا الشيء فأوي أسوي ألف شو اسمه وأكل وأنا تحت الغطاء بس إذا كان تفاحة يبين الصوت وكان برتقال يشمون لكن ما كان حد يحكي منهم عموما يعني يعرفون إنها هي جابرتني بهذا الشيء.